بقيت سهران عند اولاد عمي، بقيت قاعد معهم اتفرج على التلفزيون وبنشرب الشاي، وفجاه حسينا هيك بضربه، فانا غيبت. صحيت بعد تمتني في العنايه 16 يوم، بعديها تقريبا بال 16 يوم 4 ايام بديت اصحصح. بعدها بلغوني قالوا لي ان انت فقدت طرف. كان هذا يعني اصعب يعني حاجه في حياتي، انه الواحد يخسر طرف. مش راح احرك ساكن، انا حتمنع كراسه وما فيش لي دور في الحياه، انه بقيت اطلع وانزل واصرف على عائلتي واتحرك. مش عارف كيف بدي اشتغل، كيف بدي اعيل الاسره تبعتي. انا حياتي يعني انشلت ووقفت لحد هنا. وانا في المستشفى اجوني من مركز الاطراف الصناعيه، قعدوا معايا قالوا لي ان شاء الله انت بعد ما تخلص علاجك حتيجي تتواصل معنا في مركز الاطراف. ورحت لهم، غاد قالوا لي احنا انت يعني حياتك ما وقفتش لحد هنا، انت حتركب طرف وحترجع تمارس حياتك الطبيعيه زي اي مواطن زي اي واحد، وان شاء الله بنرجع للامر هذا. اجى اسامه محولا من طبيب المركز بعد الموافقه على تركيب الطرف الصناعي. تم عمليه التركيب من خلال 3 مراحل. المرحله الاولى عمليه تجهيز البتر لملائمة الطرف الصناعي من خلال تشكيل البتر وتقوية العضلات. المرحلة الثانية عملية تصنيع الطرف الصناعي والتي تتم في قسم الأطراف الصناعية. تم عملية تركيب الطرف بعدة مراحل. أول مرحلة هي عملية المقاس وأخذ قالب لمنطقة البتر. بتم بعدها عملية عمل التعديلات اللازمة بما تتناسب مع حالة المريض. بعد ما بيكون جاهز القالب والتعديلات الكاملة، بتم بعملية مرحلة التصنيع الأساسي للطرف، واللي هي بتكون عبارة عن بداية بصنع الحافظة اللي بتكون على منطقة البتر. بتم تجميع أجزاء الطرف بما تتناسب مع معايير الأسامة. في المرحلة الثالثة بيرجع أسامة لقسم العلاج الطبيعي للتدريب على استخدام الطرف الصناعي. تتم هذه المرحلة من خلال توزيع الوزن ما بين السليمة والطرف الصناعي واستعادة التوازن في حالة الوقوف، وبعد ذلك كيفية استخدام الطرف الصناعي في المشي وكيفية الاعتناء بالطرف الصناعي في الحياة اليومية وكيفية معاودة الأنشطة اليومية كطلوع ونزول الدرج وطلوع ونزول الدحلات باستخدام الطرف الصناعي. منذ عام 2007 يواجه المرضى في قطاع غزة صعوبة التنقل عبر المعابر لتلقي العلاج اللازم لهم الغير متوفر في القطاع بما فيها خدمة الأطراف الصناعية. لذلك قمنا بدعم مركز الأطراف والشال الوحيد في قطاع غزة، حيث قمنا بتطوير البنية التحتية لاستيعاب عدد أكبر من المستفيدين، وكذلك ابتعاد كوادر المركز للخارج لاكتساب خبرات دولية، ونقوم بتوفير المواد اللازمة للأطراف الصناعية، ونقوم أيضا بالتواجد بشكل يومي لدعم الكوادر العاملة داخل المركز من الناحية الفنية والتقنية. اليوم وبعد النزاع الأخير عام 2014، المركز جاهز لاستيعاب كل الحالات وتقديم الخدمات اللازمة لهم. أكثر حاجة بتبسطني إنه أسامة قادر على استخدام طرف الصناعي والاعتماد على نفسه في الحياة اليومية، وهذا شعوري مع كل اللي استلموا أطراف من مركز الأطراف الصناعية. الحمد لله رب العالمين، بعد ما ركبت الطرف رجعت لحياتي الطبيعية، صرت أطلع وأنزل وشغلي هذا بده مجهود وحركة. قلت أنا بعد ما ركب يعني بعد قبل ما ركب الطرف يعني قلت حياتي وقفت لحد الآن، صارت صعبة، بس الحمد لله بعد ما ركبته الحمد لله صرت رجعت لشغلي وطبيعة حياتي.